بخيرين. شكرا لمقاطعة الحي المحمدي، يعني اللي دارت هذا المهرجان أول غيواني، وفعلا لجميع المجموعات غادي يشاركوا فيه، وهذا يعني شرف كبير. ومعكم عبد الجبار الفضالي، عضو من مجموعة صرخة مدينة المحمدية، ونتمنى عندي يعني خمسة الأغاني على ناس الغيوان، كل عضو أغنية ديالو في حق هاد الناس، إنهم ناس شرفة ديال البلاد، وهاد الناس يعني عطاو للمغرب واحد هيبة خاصة. وكنشكر المقاطعة ديال الحي المحمدي، كنشكر المسؤولين والناس اللي منظمين هاد المهرجان، وتبارك الله عليهم والله يحفظهم. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي.